صاير مسؤول حملة ليل الفساد. احنا بنعلن تضامننا مع الرجالة اللي واقفة في الشمس وشغالة علشان تبني اساسات لبلد مصر الجديدة. واحنا كنا معترضين على المشروع ده وكنا بنتمنى تنفيذه من ناحية حي السادات بحيث انه يكون منفذ رابع، لكن طبعا بعد لقائنا مع الرجالة ومع باشمهندس مصطفى عرفنا ان تكلفة المشروع ده 25 مليون، لكن لو كانت الفكرة اللي في دماغنا كنا عايزين نعملها كانت هتتكلف اكتر من كام يا باشمهندس مصطفى؟ نص مليار جنيه. من نص مليار جنيه. فطبعا كلنا بنقف جنب بلدنا وجنب الرجاله اللي شغاله في الشمس وجاي عليهم صيام، وان شاء الله المشروع هيتم انجازه في خلال 4 شهور ان شاء الله باذن الله. والافتتاح ان شاء الله 30/9. وتحيا مصر. تحيا مصر. الباشمهندس فوق طبعا صح؟ السلام عليكم معلمين. السلام عليكم. يديكم العافيه.